شعت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهام بالايات اسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول الورع عن محارم الله ونتحدث عن هذا الموضوع ضمن النقاط النقطه الاولى الورع عن محارم الله فريضه عينيه النقطه الثانيه الطريق الى الورع النقطه الثالثه بركات الورع عن محارم الله اما بالنسبه الى النقطه الاولى الورع عن محارم الله فريضه عينيه على جميع المكلفين بعض الافراد يتصورون ان الورع عن المحارم مفروض على مراجع التقليد أو مفروض على القضاة، أو مفروض على أئمة الجماعة، لأن العدالة شرط في مرجع التقليد، وفي القاضي، وفي إمام الجماعة، ولكن هذا التصور ليس صحيحا الورع عن محارم الله فريضه عينيه على كل مكلف ومكلفه كل رجل وكل امراه بلغ سن التكليف هذا يجب عليه ان يتصف بصفة الورع، يعني بحيث يكون مؤهل لإمامة الجماعة، من هذه الجهة، ومن هذه الناحية، كان واحد يقول: إذا أردتم أن تعرفوا قدر الرجل لاحظوا ان زوجته تقتدي به او لا تقتدي به لانه احنا بعضنا لنا شخصيات كاذبه في المجتمع في البيت تظهر شخصيه الفرد الحقيقيه زوجه الفرد عاده تطلع على خفايا الفرد انه يطالع الافلام الخليعه او لا يطالع مثلا انه يفعل المحرمات خفيه او لا يفعل ان تلاحظوا ان زوجته تعتقد به او لا تصلي خلفه اولى وكذلك الام الام ينبغي ان تكون مؤهله لامامه الجماعه اذا اردتم ان تعرفوا قدر هذه الام لاحظوا ان بناته يصلون خلفها جماعه اولى يعتقدون بها لا إذا سألتم من الأولاد أبوكم عادل أو مو عادل، إذا سألتم من البنات أن أمكم عادلة أو مو عادلة، يجيبون على ذلك نعم ونحن حاضرين أن نصلي خلفها. الورع فريضة على كل مكلف ومكلفه وهذه فريضه عينيه طبعا الشيء الذي يبدو ان هذه الفريضه ليست في عرض سائر الفرائض وانما هي تمثل مراه اجماليه تعكس لنا جميع الفرائض احنا كم محرم من المحرمات عدنا وكم واجب من الواجبات عدنا القدر الذي احصاه الوالد رحمه الله في كتابه المحرمات احنا عدنا حوالي سبعمائة محرم والذي أحصاه الوالد رحمه الله من الواجبات في كتابه الواجبات إحنا عدنا حوالي خمسمائة واجب الورع عنوان إجمالي يعكس الاتيان بجميع هذه الواجبات بالمقدار الذي هو محل الابتلاء وترك جميع هذه المحرمات بالمقدار الذي هو محل الابتلاء المبحث الثاني الطريق الى الورع عن محارم الله الورع فريضة عيني وكلنا نحب أن نكون من الورعين هذه فطرة الله التي فطرنا عليها نحن كل واحد في كموننا يعني في أعماقنا نحب أن نكون أتقياء ونكره أشد الكرح أن نكون ملوثين بالخطايا والذنوب أحيانا واحد والعياذ بالله إذا ارتكب محرم ولو المحرم فيه لذة آنية ولكنه يعقبه شعور عجيب بالانحطاط والتلوث شايفين أحيانا واحد بدنه مثلا لم يذهب إلى الحمام لمدة عشرة أيام، لأن ماي ماكو انقطاع المياه، شلون شعور يعتريه؟ يشعر بالتنفر من بدنه أحياناً واحد -والعياذ بالله- إذا تورط في محرم يشعر بالانحطاط الروحي، ويشعر بالتفاهة، ويشعر بالمرارة، كلنا نكره التلوث، وكلنا نحب الورع. عندما تنقل لنا قضايا الاتقياء قضايا الشيخ الاردبيلي رحمه الله عليه او الشيخ الانصاري او ما اشبه ذلك او ابن صاحب المعالم ابن صاحب المعالم صاحب المعالم له ولد هذا كان ايه في الورع كما كان ايه في العلم والفضل اشياء عجيبه ذاكرين في ورع ومن جمله الاشياء التي نقلوها في احواله انه سمع ان اهل البلد الكذائي بلد من البلدان لا اذكره الان بعض أهل ذلك البلد لا يؤدون زكاة أموالهم. هذه من الأشياء العجيبة. الزكاة جدا نادرة فيما نعلم في المجتمع. الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب هذه الغلات الاربع الإبل البقر الغنم هذه الانعام الثلاثه الذهب والفضه هذه الاشياء فيها زكاه واجبه ولعله تقيد كثير من الأفراد بهذه الفريضة قليل ما أعلم أنتم شايفين في حياتكم مر عليكم أن واحد أعطى زكاة أمواله مع هذا التأكيد الهائل في الروايات والآيات نقل له لابن صاحب المعالم إن أهل البلد الفلاني الكذائي بعضهم لا يزكون طبعا من الناحية الشرعية واحد مو مكلف بشيء لأنه ولو أكو هنالك علم إجمالي ولكن العلم الإجمالي إنما يكون منجز للتكليف إذا كانت الشبهة محصورة أما إذا الشبهة غير محصورة يعني منتشرة بعض أهل هذا البلد أموالهم محرمة هذا العلم الإجمالي ما إلى أثار ذكروا ولكن من شدة تورعه كلما اشترى شيئا من الأشياء التي فيها الزكاة من ذلك البلد يعني حنطة شعير تمر غنم كان يزكي يعني المعروف بين الفقهاء أن الزكاة إنما تكون في العين ففي هذه العين زكاة إما على نحو الإشاعة او على نحو الكليه في المعين شبهه الاشاعه موجوده فكان يزكي ذلك المال اذا يشتري لحم غنم من ذلك البلد كان يزكي لحم بقر كان يزكي لحم بعير كان يزكي حنطه شعير تمر زبيب عندما تنقل لنا قضايا الاتقياء نشعر بالانشداد اليه، الاعجاب به، الناس لماذا يتفاعلون مع ابي ذر؟ ابو ذر صحابي من صحابه النبي الاعظم صلى الله عليه واله. النبي عنده اكثر من مائة ألف صحابي، أكثر بكثير. وأبو ذر رجل بدوي رجل طويل أسمر نحيف ولكنه ورعه الآن بعد ألف وأربعمائة عام عندما تنقل قضايا أبي ذار وورع أبي ذار وتقوى أبي ذر فوق المنابر تجدون الحاضرين يبكون انشد أما زيد بن ثابت الذي ترك من الذهب ما يكسر بالفؤوس بعد ما كان هنالك مجال ليزنوها كانوا يكسرونها ويدفعونها للورثة أي ذكر ما أي واحد ما يدفعه. إحنا كلنا نحب أن نكون أتقياء الشاعر يقول: احب الصالحين ولست منهم، وان كان واحد هو مو صالح ولكن يحب ان يكون صالحا، ولو واحد ما يؤدي نافله الليل ولكن يشعر بالحنين إلى أداء نافلة الليل، هذه فطرة الله سبحانه وتعالى أودعها فينا. أنا قلت لبعض الشباب أنه أنتو عندما تمرون في الأسواق قبل كم يوم كانوا جايين وتأتي أمامكم امرأة متبرجة النفس تدفعكم إلى النظر والى الرؤية واحد عندما ينظر يشعر بلذة آنية طبعا ولكن بعد ذلك يعتريه شعور بالانحطاط والتفاهه، يشعر كم هو تافه، وكم هو حقير، ولكن عندما يقاوم، عندما ما ينظر، طبعا فيه ألم آني، ولكن بعد ذلك يشعر بالإكبار. يشعر باحترام ذاته، يشعر بجلالة ذاته، كم هو الفرق بين هذا الشعور انه واحد يشعر انه واحد حقير تافه، وواحد يشعر في كمون ذاته انه جليل وعظيم، هذا اثر من اثار طاعة الله، هذا اثر عاجل لطاعة الله. وذاك أثر عاجل لطاعة لمعصية الله بقطع النظر عن الآثار الآجل هؤلاء الذين يجلسون أمام القنوات الفضائية ويطالعون الأفلام المنحطة بعد ذلك كما ينقلون يعتريهم شعور بالضياع والانحطاط والحقاره. الان نحن نحب ان ندخل في هذا الوادي وفي هذا الميدان. ما هو الطريق؟ وما هي الوسائل؟ الجواب على نحو الاختصار نذكر ثلاثه امور. الأمر الأول ألا يفكر الفرد في الحرام، التفكير في الحرام هو الخطوة الأولى إلى التورط في الحرام، بل فوق ذلك أن يحاول الفرد بقدر الامكان الا يتصور الحرام، ولو التصورات امور غير اختياريه، تهجم على الذهن بلا استئذان، ولكن بقدر الامكان واحد يتمكن يحدد هذه التصورات لماذا يقولون بعض العلوم الضاله المضله لا تقروها اكو بعض الافراد طبيعتهم طبيعه التشكيك القاء الشبه انت ذهنك خالي من الشبه عندما واحد يقعد مع واحد مشكك هذا المشكك يلقي شكوك وتصورات باطله في ذهنه. هذه التصورات خطيره. ما دام قام البرهان على حقيقه من الحقائق، انت عندك برهان كافي على تلك الحقيقه. عندما تاتي شبهه الشبهه يمكن الا تزعزع هذا الايمان انت مقتنع انت الان قعدوا مع الذين ينكرون الواقعيه انت قطعا تؤمنون بوجود واقعيه إذا قعدت مع الذين ينكرون وجود الواقعية الذين يقال لهم السوفسطائيون ينكرون كل حقيقة وينكرون حتى وجودهم وينكرون حتى إنكارهم للوجود هؤلاء فرقة يلقون شبهات في ذهنكم واحد نفسه تصبح نفس قلقة متأرجحة النقطه الاولى عدم التفكير في المحرمات هو بمقدار الامكان عدم تصور المحرمات هذه الصور الذهنيه لها امواج مثل ما تلقون حجر في حوض او في بحر <applause> احنا لا نظن ان هذه الصور الذهنيه ما الها اثار، ليش الها اثار؟ الها تموجات، تموجات في داخل النفس، تموجات في المجتمع. الها اثار وضعيه. الفكره الها اثار، التصور له اثار. الكتب التي تحتوي على تصورات خاطئه الافلام التي تلقي تصورات خاطئه واحد ينبغي ان يبتعد عنها هذه هي النقطه الاولى النقطه الثانيه ألا يعيش الفرد أجواء المحرمات، اكو هنالك فرق لعلكم لاحظتوه بين القوانين الوضعية وبين الدين، القانون الوضعي ينهى عن الظاهر، الدين ينهى عن الظاهرة الضارة وينهى عن كل ما ينتهي إليها هذا فرق مهم لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لا تقربوا لعل معنى لا تقربوا مو لا تعملوا واحد ليقرب ليكون قريب لعل معناه ان يبتعد عن المقدمات. لماذا الفقهاء يقولون المقدمات مقدمات الحرام محرمه بالحرمه الشرعيه والعقليه او بالحرمه العقليه. الدين لا يقول لا ترتكب الفاحشه فقط، وانما يحوط هذا الشيء. القانون الوضعي يقول ارتكاب الفاحشة محرم مثلا ولو في بعض صورها انتهى قانون هذا القانون ما يمكن تطبيقه لانه القانون يبيح لك ان تأتي وتأتي وتأتي إلى أن تصل إلى حافة الهوية يقول هنا احفظ نفسك جدا مشكل واحد إذا وصل إلى حافة الهاوية مو معلوم أنه يتمكن يتمالك نفسه الدين يسد الطريق من البداية <applause> يقول لا تخلو بامرأة أجنبية إذا واحد خلا بامرأة أجنبية ما الذي يحصل يتمكن يحفظ نفسه أو ما يتمكن مو معلوم حتى على ما أتذكر سألت من الوالد رحمه الله أنه واحد في مصعد كهربائي وأراد أن يصعد في هاي الأثناء دخلت امرأة أجنبية قد الفاصلة بين الطابق الأرضي والطابق الأول مثلاً وفرضوا اربع ثواني هذا اربع ثواني يظل وحده مع هذه المراه الاجنبيه هل يصدق على ذلك انه خلوه بالاجنبيه الوالد قال نعم اربع ثواني هو هذا محرم لان هاي الاربع ثواني تؤثر اثرها يمكن مره ما تاثر مرتين ما تاثر ولكن مره تؤثر الدين يقول لا تخلو بامراه اجنبيه الدين يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يبت في موضع او بيت يسمع فيه نفس امراه ليست له بمحرم هاي المرأة دا تتنفس شهيق وزفير هو هذا الصوت دا يسمع هذا الصوت انتوا شوفوا الجرائم الجنايات القتل الاختطاف الاعتداء منين يبدأ من هذه النقاط حتى لاحظوا في الآية الكريمة الله تعالى يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينته المرأة إذا تمشي بالشارع تضرب برجلها حتى يتبين أن في رجلها أكو خلخال هو هذا الصوت الصور الذهنية تعلمون أنه أكثر وقعا من الواقع الخارجي يعني إحنا مثلا نسمع بطعام معين فد ظلال يكون لذلك الطعام في النفس ظلال أكبر من واقع بعدين واحد عندما يأكله يشوف عادي، هو هذا صوت الخلخال تدرون ماذا يصنع في النفس أي تموجات يحدث أي تصورات يحدث ولا يضربن بأرجله لاحظوا كتاب العروة المرأة البنت الطفلة التي أتى عليها ست سنوات يحرم أن تضعها في حجر طفلة بالذات إذا ما يكون عندها رشد من الناحية البدنية حرام يحرم عليك أن تقبله لأن هو هذا التقبيل يمكن أن يكون بداية جريمة يعني واحد ينتهي إلى خط والعياذ بالله يتورط في محرم المحرم يؤدي الى محرم ثاني، المحرم الثاني يؤدي الى محرم ثالث، واذا بهذا الفرد في لحظه يتحول الى قاتل. ذلك العابد ما تحول الى قاتل في لحظه. ليش هذا من البدايه؟ اكو قضيه مطوله حول ذلك العابد مذكوره في الكتب، انه كيف كانت البدايه؟ هو في البدايه رفض ذلك العابد. ولكن الشيطان قال له هاي الخطوة الأولى خو ما بيها إشكال تعال اقعد ويا هذه المرأة هاي المرأة وحدها خطية هاي الخطوة الأولى كانت ربما ما كان يخطر في بال الشيء ولكن هذه خطوات لا تتبعوا خطوات الشيطان إذن النقطة الأولى ان لا يفكر الفرد في الحرام النقطه الثانيه ان يبتعد الفرد عن اجواء الحرام ومقدمات الحرام حتى لا ينتهي الى الحرام النقطه الثالثه ونختصر فيها ان يحاول الفرد أن يوجد في ذاته ما نعبر عنه باحتياطية التقوى. المراكب تمشي في البحر في الأجواء الطبيعية، ولكن عندما تهب العواصف الثقيلة، المراكب القديمة كان عندهم أثقال، كانوا يلقونها في البحر حتى تحفظ توازن المركب. هذا احتياطي، هذا الاحتياطي لا نحتاج إليه في الوضع الطبيعي، ولكن نحتاج إليه في أوقات العواصف. صلاة الليل مواجب، طبعاً. ولكن صلاة الليل تمثل احتياطية تقوى. صلاة الليل وين تنفع مضافا إلى معطياتها الكثيرة واحد عندما يتعرض لظرف استثنائي صلاة الليل هناك تمده قراءة القرآن النوافل المستحبات الحاج العمره زيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه هذه كلها تخلق في النفس احتياطيا هذا الاحتياط يحفظ الفرد في الأوقات الاستثنائية هذه هي النقطة الثانية ما هو الطريق إلى التقوى النقطة الثالثة والأخيرة معطيات الورع عن محارم الله معطيات الورع عن محارم الله كثيرة ومن هذه المعطيات العناية الإلهية الورع بمختلف مستويات الذنوب لها اثار. المعاصي لها اثار. بعض العلماء يقولون حتى المخالفه لها اثار وضعيه. حتى المخالفه، احنا عندنا فرق بين المخالفه وبين المعصيه. ما هو الفرق بينهما؟ المعصيه يعني واحد يقدم. على محرم وهو يعرف انه محرم هذا يقال له معصيه المخالفه واحد يقدم على محرم واقعي وهو جاهل بانه محرم بعض العلماء يعتقدون حتى هذا الى اثار وضعيه في بعض المصادق هذا واضح من شرب الخمر وهو جاهل بانه خامر تصور ان هذا عصير فشرب منه جرعه هذا الى اثر وضعي لو ما الى اثر وضعي نعم الى اثر وضعي شرب الخمر ولو لم يكن عن عمد اثره الوضعي ذهاب العاقل المحرمات لها آثار وضعية، يقال أنه جاء طالب علم إلى النجف الأشرف وكان ذكي، بقي مدة في النجف ورأى أنه لم يستفد شيئا، كل ما كان يقرأه كان ينساه واكو في الشعر المعروف: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي وعلله بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي طبعا أكو فرق كبير بين من يعصى الله ومن لا يعصى الله حتى التفكير أن تقارنوا فردين واحد تفكير ملوث واحد تفكير نظيف هل يعقل أن فضل الله سبحانه وتعالى يكون على نمط واحد بالنسبة إلى هذا طبعا في ذلك الحديث لولا ان الشياطين يحومون حول قلوب بني ادم لنظروا الى ملكوت السماوات والارض لعل الحديث بهذا طبعا مؤثر التلوث حتى القلب هذا مؤثر في الحرمان من الفضل الالهي هذا الطالب بقي مده في النجف شوف ماذا يستفيد المعلومات التي قرأها الفقه الذي قرأه ينساه ففكر أن بقاء بالنجف ما بفايدة وقرر أن يعود إلى بلده جاء إلى مرجع التقليد وودعه مضمون القضية مرجع التقليد قال لماذا تريد أن ترجع قال لهذه القضيه قال الطعام الذي تاكله من يطبخه لك من يطبخ هذا الطعام قال انا اطبخ الطعام قال اللحم الذي تاكله ممن تشتري هذا اللحم الذي تأكله يمكن أن يكون لحما محرما وهذا أثر الفكرة لها أثر الاعتراض القلبي على الله له أثر هذه حالة كثيرا ما يبتلى بها الأفراد الاعتراض على الله في مجال التكوين أو في مجال التشريع يعني واحد ابتلي بمشكله دائما في قلبه حتى اذا ما يظهر يقول يا الله ليش ابتليتني بهذه المشكله يكون غاضب على الله سبحانه وتعالى كثير من الافراد يبتلون بذلك في القضايا التكوينيه او في القضايا التشريعيه اكو حكم ما يعجبني اكو بعض النساء او بعض الرجال ما يعجبهم بعض الاحكام أكو في الآية الكريمة فلا وربك لا يؤمنون إلى أن يقول ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت حتى هذا الحرج ليش الله شرع هذا الحكم يا ليت ما كان هذا الحكم الآن أمواج التجدد تضرب بعض الشباب المتجدد ليش هذا الحكم الله شرع حتى اذا ما يقول هو هذا في قلبه هو هذا الحرج الخفيف هذا مؤثر هذا يسلب الايمان الان ما اقول اي مرتبه من الايمان يسلبها بس بالنتيجه يسلب الايمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طبعا فد واحد مسلم لامر الله كاملا اي اعتراض ماكو في قلبه لا على الاراده التكوينيه ولا على الاراده التشريعيه. واحد يعترف هل يعقل ان فضل الله سبحانه وتعالى يكون بالنسبه اليهما على نسق واحد؟ انا اقرا لكم روايه واختم بها الموضوع حتى احنا نشوف احنا نعيش في اي عالم دقيق الله عجيب عمله قوانينه بمنتهى الدقه. الان الاطباء عشره الاف عام دا يعملون على هذا البدن ولم يكتشفوا دقائق هذا البدن الى الان. دقيق الى ابعد حد. كل فكره كل خاطره طبعا واحد بمقدار الامكان يجب عليه ان يحاول ينبغي ان يحاول ان يطهر ذات يمكن هاي الفكره تاثر في ذريته فد اعتراض على الله سبحانه وتعالى يمكن ياثر اقرا لكم هذه الروايه هذه الروايه مذكوره في كتاب مكيال المكارم من الكتب الجيدة النافعة التي أوصي جميع الإخوة بقراءته، جدا كتاب نافع، ينقل هذه الرواية، طبعا لعله بعض ما يتحملون هاي الرواية، الرواية ينقلها عن تفسير العياشي وفي بحار الأنوار أيضا ينقل هذه الرواية عن تفسير العياشي سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أوحى الله إلى إبراهيم شيخ الأنبياء عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام أنه سيولد لك عمر إبراهيم قد كان في ذلك الوقت في وقت البشارة بعض قائلين مية وعشرين عام كان عمره بعد مية وعشرين عام القرار أن يولد له ولد من زوجته سارة فقال لسارة هذا الخبر نقله لساره. من هي ساره؟ ساره مو امرأة عادية. ساره امرأة ولدها الأنبياء من ذرية الأنبياء. ساره مو امرأة عادية. ساره امرأة هي زوجة نبي من الانبياء العظام زوجة ابراهيم الذي يعيش مع ابراهيم هذا يختلف عن الاخرين كل كلمه من يجب ان توزن بميزان كل فكره من يجب ان توزن بميزان فقالت أألد وأنا عجوز عمرها ايش قد كان؟ تسعين عام كما يقول بعض المفسرين وعمر ابراهيم مية وعشرين عام ماذا كان هذا الكلام منها؟ هل بعنوان استفهام هل كان انكارا للقدرة الالهية؟ طبعا نجلها عن ذلك اذا الان الله سبحانه وتعالى عبر نبي من انبيائه يقول انا اخرج لكم من هذا الجدار ناقة بتعجب الله قال لأولئك من هذا الجبل يخرج تخرج ناقة وفصيلها الله ما يقدر في دعاء الصباح وأنهرت مياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا اصلا بحث العليه والمعلوليه فيه بحث متشابك معقد انه ما هي العلاقه بين العلل والمعلولات؟ وهل هنالك علاقه بين العلل والمعلولات؟ او ان الله سبحانه وتعالى يخلق المعلولات عقيب ايجاد العلل، شنو الربط بين الماه العذب والصم الصياخي؟ شنو الرابط بين هذا القرص المعين وبين الشفاء هل هنالك توليد يعني ان هذا القرص يولد الشفاء هذا بحث معقد متشابك انكار لقدره الله شنو المانع ان امراه عجوز تلد هل ننكر قدرة الله سبحانه وتعالى؟ هل كان تعجبا من أمر الله سبحانه وتعالى؟ هل كان استيحاشا من أمر الله سبحانه وتعالى؟ فالمرأة عمرها 120 عام وإذا جيرانها، جاراتها، يفتهمون أن هذه حملات تصبح حديث الأندية، وحديث النسوان، وحديث الرياجيل، شنو كان هذا الكلام منها؟ إنكار نجلها عن ذلك، تعجب، ما هو التعجب؟ اكو تعجب من امر الله تعالى، استثقال حرج بالنتيجه هذا الكلام ما كان ينبغي ان يصدر منها لا نقول انه كان محرما ولكن ما كان ينبغي الفكرة الخاطئة ينبغي أن لا تخطر في البال إذا خطرت في البال يمكن أن يكون لهذه الفكرة آثار وضعية منا إلى متعة فأوحى الله إليه يعني إلى إبراهيم إنها ستلت أمر الله حتم مقضي ويعذب أولادها هذه هي الآثار الوضعية هذا الشيء اللي لعله البعض ما يتحمله يعذب أولادها الأولاد يعذبون بكلمة من الأم نعم هذا بالقرآن موجود الله تعالى يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم اذا اردت لا يظلم اولادك لا تظلم اولاد الناس هاي اثار وضعيه هذا قران وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتق فليتق الله وليقول قولا سديدا يمكن الابن يعذب بفعل الاب بفعل الام الاب اذا اكل طعام غير مناسب ما ياثر في اولاده من الناحيه التكوينيه ليش ياثر من الناحيه الطبيه بعض ال افعال لا تؤثر في الاولاد، ليش تؤثر؟ فما المانع انه ايضا هذه الاشياء المعنويه ايضا تكون مؤثره. انها ستلد ولكن يعذب اولادها بردها الكلام علي، لانها ردت الكلام على الله. الاعتراض على الله. وفي مقابل هذا: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، في الرواية عن الإمام الصادق أنه كان بينهما وبين ذلك الأب الصالح سبعة آباء ولكن شوفوا صلاح ذلك الأب وين يأثر. الله سبحانه وتعالى افاض على هذين الغلامين اليتيمين كنزا ماديا ومعنويا. الكنز المادي انتهى ولكن الكنز المعنوي الان باقي الوف الاعوام. لعله الان من ذاك الوقت الى الان تمر الوف الاعوام ويبقى هذا الكنز المعنوي لعله الى يوم القيامه لصلاح الاب. احنا في عالم مليء بالمعادلات الدقيقه الفكره لها أثر لا تقولون اباوع هذا الفيلم هذا الفيلم ما اله اثار هذا الفيلم جدا خطير هذا يمكن أثر يأثر في أولادك إلى مئة عام بعد لا تقول اطالع هذا الكتاب خطر حتى اذا ما يكون محرم من الناحيه الشرعيه مطالعه هذا الكتاب فرضا ولكن الى اثر كل شيء عنده بمقدار الله تعالى بنى الكون على ادق المعادلات ونحن يجب علينا ان نخضع افعالنا واقوالنا وحتى افكارنا، ماذا نفكر للملاحظه الدقيقه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لذلك وصلى الله على محمد واله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهام